السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، أقدم لكم حصة جديدة من العلوم والسيونس أو كوتيديا. إذا تطرقنا في القسم إلى نشاط جديد كان فعلا مفيدا لكم، ألا هو لا شالور لا لوميير، الحرارة والضوء، هو العنوان ديال الوحدة الخامسة، لا شالور اي لا لوميير. لا شالور اي تري امبورطونت بور نو، اذا بالنسبة لنا الحرارة جد مهمة. لو سولاي ندون دو لا شالور، كما تلاحظون هذا هو نجم الشمس، مصدر الحرارة وكذلك الضوء. لو سولاي نو دون دو لا شالور اي نو دون اوسي دو لا لوميير، وكذلك هناك مصادر متعددة للضوء والحرارة، من بينها اين امبول، اين بوجي، لو فو. اين امبول دون دو لا لوميير اي دو لا شالور، اين بوجي فورني دو لا لوميير اي دو لا شالور. كما تلاحظون الشمعة هي مصدر الضوء وكذلك مصدر الحرارة، ولكن مقارنة بالشمس فرق كبير جدا. Le feu aussi fournit de la lumière et de la chaleur. إذن هناك اختلاف من ناحية المصادر. إذن هناك مصدر رئيسي للضوء والحرارة هو الشمس، وكذلك المصادر الأخرى متنوعة من بين المصباح والشمعة والنار. La lumière nous aide à voir ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas voir dans le noir. لا يمكنني رؤية الأشياء في الظلام، ولكن بواسطة الإضاءة يمكن رؤية الأشياء كما في الصورة. أطفال حول الإضاءة. من فوائد الحرارة هي التدفئة وكذلك الطهي. Nous avons besoin de la chaleur pour être bien au chaud durant l'hiver. Nous avons besoin de chaleur pour être bien au chaud durant l'hiver. Nous avons besoin de la chaleur du feu pour cuisiner notre nourriture. كما تلاحظون في الصورة هناك قوس قزح يتكون من 7 ألوان مختلفة. نقول بالفرنسية لاكونسيال à cette couleur. La lumière du soleil est composée de cette couleur. إذا الضوء الأبيض يتكون من 7 ألوان مختلفة. Le vert, le violet, le bleu, le jaune, l'orange, le rouge et l'indigo. Nous pouvons voir les 7 couleurs de la lumière dans un arc-en-ciel. La lumière peut passer à travers l'air, l'eau et le verre. La lumière ne peut pas passer à travers le bois, ni le carton, ni le caoutchouc. بالنسبة للضوء يمكن نفاده عبر الهواء أو الماء أو الزجاج، ولا يمكن المرور عبر الخشب والورق وكذلك المطاط. Nous pouvons voir les 7 couleurs de la lumière dans un arc-en-ciel. إذا يمكن مشاهدة 7 ألوان مختلفة لضوء الشمس، الضوء الأبيض، من خلال القوس قزح. La lumière peut passer à travers l'air. يمكن للضوء المرور عبر الهواء، l'air، عبر الماء، l'eau، وكذلك الزجاج، le verre. La lumière ne peut pas passer à travers le bois, ni le carton, ni le caoutchouc. وفي الحصة القادمة سوف أقترح عليكم أيها الأطفال الأعزاء les activités، من الأنشطة سوف نقوم بتصحيحها عبر الفيديو.